السلام عليكم. أنا أدعو إلى الوصاية على المجتمع. ما هي الوصاية؟ شعيرة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر شعيرة عظيمة، جعل الله خيرية الأمة فيها. شلون شيطنوها؟ شيطنوها باسم أنها وصاية على المجتمع. لا تكونوا أوصياء على المجتمع. دع الخلق الخالق. لا، أنا أدعو الوصاية على المجتمع إذا كانت بمعنى الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أبى أقول لكم شيء، أصحاب السبت قوم من بني إسرائيل احتالوا على الله في الصيد، فانقسم الناس فيها إلى 3 أقسام، الذين وقعوا في المنكر، القسم الثاني الذين أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، القسم الثالث السلبيين. ما لكم شغل، اتركوهم، هذا الله بيعذبهم، ما راح يهتدون، هذه الطائفة السلبية. قال سبحانه: وإذ قالت أمة منهم، قال الله عن الطائفة السلبية الثالثة: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا. خلوه. قال الآمرون بالمعروف النهون عن المنكر: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ليش نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ ليش نمارس الوصاية على المجتمع بين قوسين؟ أولا، بيان حجة الله جل وعلا على عباده. ثانيا، الإعذار إلى الله حتى ننجو. يا ربي، هذا منكر، ترى أنكرناه وأدينا أمانة العلم وبينا الحق الذي فيه. ثالثا، لعل الله يصلح على أيدينا أناسا فيهتدون بما ندعو إليه من الحق. فلذلك محاولة تشويه الوصايا على المجتمع بأن الأمر المعروف عن المنكر من الوصايا، نحن ندعو إلى الوصايا حفظا لهذه المجتمعات من الدمار. مارسوا الوصايا عبر وسائل التواصل، بيّنوا الحق الذي أنزله الله، ادفعوا كثيرا من الشر والباطل الذي ملأ حياة الناس في هذه الوسائل الحديثة. لماذا؟ حتى تحفظ المجتمعات من السقوط الأخلاقي ومن عذاب الله في الآخرة.